الفريقين الكبيرين، ولكن في النهاية هي كرة القدم، لابد من فائز ولابد من خاسر، وفي النهاية ابتسمت بضربات الترجيح لفريق الوداد. مبروك كابتن عزيز، الله يبارك فيك، هارد لك كابتن طارق، ولكن في الأداء مشرف في شوط الثمرات الثاني، وأداء متميز من طارق، ثابت في القراءة الفنية للمباراة، ولكن ضربات الترجيح لا تعرف إلا طبعا التوفيق. يعني صحيح، مبروك للوداد، مبروك عزيز، هارد لك للترجي. بالنسبة لي أنا ما لعبناش ضد أفضل وداد، والترجي ما لعبش افضل مباراه، طبيعي اليوم ان يعني ضيعنا شوط اول، قدمش مردود طيب، كنا خايفين المباراه، الرهان كان صعب، لاعبين تحسهم مشدودين. في الشوط الثاني بعد هدف تحس لاعبين افضل، لكن خرجوا افضل لاعبين، افضل لاعبين هم اللي خرجوا، لكن بسبب الاصابات، بسبب الاصابات تاثروا على العشر دقائق الاخيره. واضح ان لازم نشتغلوا اكثر، نخدموا اكثر. اليوم كما قلت لك ان الوداد فريق عنده خبره كبيره، فريق يعرف يتعامل مع المباريات في وقت ما. الترجي تحسن لكن بدون فاعليه هجوميه، خلقنا سجلنا هدف وجاء كره اخرى، يعني ماشي بالنسبه لي انا ماشي فرصه، ولهذا طبيعي انك لما تلعب 20 او 15 دقيقه طبيعي انك ممكن ما تفوز في مباراه. لكن انا هنا المنعرج هو خروج بوقرة على الأقل في الشوط الثاني حرك أكثر، وأصبح الترجي تقريب يعتمد على الجهة اليسرى اللي فيها بوقرة، ثم بوقرة في التمريرات العرضية كان جيد، خروجه ودخول لاعبين تغييرات طبيعية بعد الإصابات، دخول لاعبين ما مش أفضل من بوقرة، بوقرة كان أخطر، لهذا لهنا زاد ضعف الترجي. شاهدنا العشر دقائق الأخيرة ما قلقش ولا فرصة الترجي، لكن على العموم مباراة أنا أقول إن شاء الله المسؤولين واللاعبين يدرسوا كما ينبغي مشوار الترجي القادم، لأن الترجي عنده عديد اللاعبين الشبان، لازم يعطيهم أكثر فرص، لازم يلعبوا أكثر، ميميش لازم يلعب أكثر، الوهابي لازم يلعب أكثر، دربالي، العايب، لاعبين جيدين. وطبيعي أن هناك ما نقولوش انتدابات مازالت ما نجحتش، لكن مازالت نعتمد على لاعبين اللي مازال ما عطاوش 100% للترجي الرياضي التونسي. لا ننسى ان كل 3 ايام مباراه متعبه ومرهقه بالنسبه للاعبين، لكن اعتقد ان الترجي عنده امكانيه التطور والتحسن، لكن لازم برنامج هام بالنسبه للترجي في المستقبل. تمام، اذا الترجي على الطريق الصحيح كابتن طارق من خلال هذا الكلام. هارد لك لفريق الترجي، اليوم خساره بضربات الترجيح، لكن بدايه موفقه لبناء جيل جديد لفريق الترجي مع طارق ثابت بمجموعة شابة بمجموعة صغيرة من اللاعبين. نستمع لطارق ثابت ماذا قال بعد هذا الإقصاء. الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل، نظن اليوم عملنا كل شيء بصراحة باش نفرحوا الجمهور اللي جاي كل بصراحة. معناتها كنا معناتها عاقدين العزم، إن قلت من الأول الدورة قلنا عاقدين العزم إني باش نمشوا بعيد. اليوم معناتها خرجنا بلانتيات، معناتها هذيك الكرة معناتها عملنا برشا حاجات في الماتش باهية، بنينا الفريق باهي بصراحة، فريق اللي يطمن الجمهور نتاعو. صحيح اليوم الناس كل حاولنا باش نروحوا الناس كل نمشوا للفينال ونكونوا فرحانين، لكن في الاخر هكا احكام الكره. لكن الفريق هذا تبناه بصراحه، بدا معناتها عنده حاجه معناتها شخصيه كبيره برشا، هاك شفتوها اليوم، شفتوها حتى في اللقاءات اللي فاتت. نكملوا هذيك هي تو الكره، معناتها جايه الشامبيونز ليج، هذا كانها تحضير كبير للشامبيونز ليج. تمنينا لو كان نمشوا اكثر، لكن ديما نعتذروا للجماهير نتاعنا اللي اليوم جت بعداد غفيره، كنا نتمناوا اللي تروح فرحان. ان شاء الله عطينا اللي علينا، ان شاء الله تحملنا المسؤوليه وعطينا اللي علينا، والملعبيه زاده ما بخلتش. ماتش هاك شفته كان في طريق واحد، لكن في الاخر اللي تحسب شكون ترشح، شكون ترشح في الاخر؟ ترشحت الوداد، مبروك عليهم، لكن احنا زاد ربحنا فريق وربحنا جمهور معناتها كبير اللي معناتها عنده ثقه في الفريق نتاعه. ان شاء الله تواصل هيك ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. إذا هذا هو طارق ثابت المدرب المؤقت حتى الآن لفريق الترجي، وطبعا هذه نقطة سنتحدث فيها مع كابتن طارق بعد قليل، هل يستمر طارق ثابت أم يبحث عن مدرب جديد؟ أعود إلى عزيز للكلام عن فريق الوداد، اليوم وصول إلى المباراة النهائية، تقييمك لعادل رمزي حتى الآن مع الفريق في القراءة الفنية للمباراة وفي مجمل الفترة الماضية؟ أول شيء مبروك للجماهير الودادية، وهارد لك كابتن طارق ومناصري الترجي. جماهير الوداديه تنقلت ايضا الى تونس، برافو عليهم، تحملت عناء السفر، ولكن في الاخير كان هناك
كانت هناك نتيجة مبروك. فبالعودة إلى المباراة، صحيح الشوط الأول كان الوداد منضبط فيه، الشوط الثاني عانى فيه الوداد وكانت هناك تغييرات اللي كانت لم يوفق فيها عادل، خصوصا التغيير الأول دخول خروج الحتيمي، كان يدخل أونجم ويترك بوسفيان في الجهة اليسرى، مما كما قلنا شيئا ما خلق توتر شيئا ما في الفريق، ومن ثم الوداد تراجع وتسجل عليه الهدف. لكن الأمل كان دائما في مطيع اللي أنقذ الوداد في العديد من المناسبات، خصوصا ضربات الترجيح، ولكن اللاعبين الوداديين أيضا سجلوا ضربات الترجيح بطريقة بارعة جدا ورائعة جدا. برافو عليكم الشباب اللي صوبتوا ضربات الترجيح، مش سهل. ولكن عادل رمزي في تدبيره للمباراتين، مباراة الذهب ومباراة الأياب، فهو يتحسن وحتى الفريق يتحسن معه. الوداد يحتاج فقط لمهاجم لكي تكتمل التوليفة، لأن الاستحواذ موجود، طريقة اللعب موجودة. المهاجم الأندية العربية كلها تحتاج إلى مهاجم، الأهلي يحتاج إلى مهاجم، لازم يدوروا عليه، لازم يدوروا عليه. اللاعب رقم 9 مفقود في الأندية العربية، لا لأن الجمهور الوداد تنتظر استحقاقات كثيرة، لا في الدوري، لا في الدوري الإفريقي، ولا في السوبر. الآن العديد من الاستحقاقات يحتاج إلى مهاجم يساعد البحري وصامبو. أنا أقول يساعد البحري وصامبو، لأن سوف نحتاج لبحري وصامبو، ولكن مهاجم من نوعية أخرى. تمام. إذن أيضا نستمع لعادل رمزي مدرب فريق الوداد ماذا قال بعد هذا التأهل إلى المباراة النهائية. إذا سعادة كبيرة بسبب التأهل إلى النهائي، ولقد أوفيت بوعدك صحبة اللاعبين. أولا الحمد لله على التأهل، كما تنقلوا هذا the emotions is big، لي سونتيمون الدراري تقاتلوا، الجمهور ديالنا بالنسبه لي احسن مومون لحد الان في 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 في, في لاكارير ديالي. خرجت باش نشتغل، باش نقرا في الخارج، وباش نتعلم، باش نجي للبلاد ديالي ونحقق هذا الشيء. هذا الحمد لله، تنشكر كل اللي تعاون معنا، وتنتمنى ان شاء الله نكملوها ونتيو الكاس ونردوا لهذه الجماهير مزيانه ان شاء الله. جو فوا بوكو ديموسيون، نرى احاسيس كبيره بالنسبه لله بسبب الذهاب الى النهائي. كما نقولوا نتمتعوا بالفوز اليوم، وان شاء الله تنتمناو اننا نكملوها بلا فينال. الدراري كانوا رجال، الجمهور كلهم، غادي ان شاء الله نشيبوا مزيان ان شاء الله. ميرسي. اذا هذا هو طبعا عادل رمزي، فمبروك لجماهير الوداد والتاهل الى المباراه النهائيه، ومبروك لعادل رمزي وهارد لك لفريق الترجي شيخ الانديه التونسيه الذي قدم مردود الاروع. قبل الختام كلمه اخيره للكابتن طارق. طارق ثابت يستمر مؤقتا ام يصبح المدرب الرسمي للترجي من وجهه نظرك؟ والله شو بالنسبة لي، أنا نقول في عديد المناسبات أن الفريق هذا محتاج